اليوتيوب عمل شوية سياسات جديدة كده عامة على البشر كلها، ومن ضمنها يا مؤمن ان اللي بيقدم محتوى بيناقش اعمال ارهابية حصلت مؤخرا او احداث مفجعة ادت الى زهق الارواح او حتى القضايا اجتماعية مثيرة للجدل، فالمحتوى ده بقى غير مناسب لعرض الاعلانات. فانا علاقتي باليوتيوب كويسة، فانا اتصلت بالاخ يو وقلت له ايه يا يو، ده انا حتى حبيبك يعني وشريك قديم معاك، ينفع يعني تعمل معايا كده؟ قال لي معلش عبد، الموضوع بره ايدي صراحة، والموضوع ده اوامر من حاج تيوب ابويا. حاول انت يا مؤمن تغير شويه وخليك في اللي ماشي. هات لك مروحه وحطها قدامك على المكتب وفكها وقول كيفيه تنظيف الريش بعد انتهاء فصل الصيف. اتكلم يا عم عن فوائد قشر البرتقال. يا اخي المواضيع كتيره يا اخي، ما تعقدهاش عبوده. قلت له يا عم في الاول وفي الاخر دي شركه ابوك وانتوا احرار طبعا. وكتر خيركم يا عم انكم ما بتحذفوش الفيديو اساسا وبتسيبوني اتكلم براحتي. وانا صراحه يكفيني ان افكاري توصل للكم الكبير ده من البشر من خلالك. والحمد لله على نعمه الصوت المسموع. وزي ما بدانا كده هنكمل برده كده باذن الله لحد ما يبلها إيه. والنهاردة بقى معدنا مع محتوى جديد محروم من الكسب والدخل. الأويغور. أيوة الأويغور مش الإيغور، يعني تركستان الشرقية، يعني الإجرام اللي بيحصل هنا. ليه تركستان ومين الأويغور وإمتى بدأت حكايتهم مع الصين؟ بس الحقيقة برضو مش هينفع نتكلم، مش عشان يو ولا عشان خاطر أبوه الحاج تيوب ولا عشان إحنا محرومين من فلوس، لا ده عشان ما ينفعش إحنا نتكلم أصلا قبل ما نقول إيه. إيه إيه يلا بينا يلا بينا. اولا بس عشان نفهم اصل حكايه الاويغور دول فلازم نعرف مكانهم فين اصلا من هذا الكوكب البائس. الاويغور دول يا مؤمن كانوا وما زالوا عايشين في حته اسمها تركستان الشرقيه، وتركستان الشرقيه دي كنز من كنوز الله على ارضه. اولا لان موقع تركستان الشرقيه متصل زي ما انتوا شايفين كده بثمان دول حواليها، كشمير والتبت ومنغوليا، كازاخستان، قرغستان، طاجكستان، وافغانستان وباكستان. ومعنى كلمه استان في اللغه دي يعني دوله او بلد او ارض، فتبقى افغانستان معناها ارض الافغان، وقرغستان يعني ارض القرغيز. يعني انت يا مولانا تقصد ان تركستان دي معناها ان دي ارض الترك او بلد الاتراك؟ ايوه زي ما حضرتك قلت كده بالظبط. طب وايه اللي جاب الاتراك في الحته دي؟ مش هم هناك عند اردوغان؟ انا جاي لك في الكلام اهو، بس انت اللي بتستعجل. وقبل ما اقول لك بقى انا ايه اللي جابهم هنا، انت عارف الاول يعني ايه دوله تربط بين كل الدول دي؟ بلغه الاقتصاد والتجاره لو قلنا بس ان الدوله دي فتحت للثمان دول اللي حواليها تشتغل مواصلاتيه، فعيشه تركستان الشرقيه دي هتبقى فل الفل زي ما هنتكلم كمان شويه عن طريق الحرير. ده غير بقى يا مؤمن الثروات المعدنيه الضخمه جدا اللي فيها وخصوبه ارضها للزراعه والمشاهد السياحيه الخلابه. مساحه تركستان الشرقيه دي حوالي 1,800,000 كيلومتر مربع، يعني تقدر تقول انها قد السودان او قد مصر مرتين، يعني دوله كبيره مش صغيره. قبائل من الترك بقى يا معلم سكنوا الارض دي من قبل الميلاد، يعني مش بس قبل الاسلام، لا ده كمان من قبل المسيحيه. مجرد شويه ناس بسطاء بيشتغلوا في الزراعه وليهم لغه خاصه بيهم اسمها اللغه الاويغوريه، لغه كده بتتكتب بالحروف العربيه بتاعتنا بس مش عربي، مش هتعرف تقراها. لحد ما وصل لهم جيش قتيبه بن مسلم سنه 96 هجريه، يعني في عهد الخليفه الاموي عبد الملك بن مروان. دخلوا الاسلام وعاشوا في تبات ونبات وبقوا يخلفوا صبيان وجرلان. خلي بالك ان مناطق استان دي تبنت الاسلام وحبته لدرجه انها خرجت كبار علماء المسلمين زي البخاري والترمذي والبيهقي والفارابي وابن سينا وغيرهم كتير. المهم يا مولانا ان الاسلام لما انتشر في المنطقه فده كان اكبر تهديد لتجاره الصين اللي بتخرج للعالم كله من خلال طريق الحرير. اللي هو ايه طريق الحرير ده كمان؟ يعني ارض متسفلته كويس زي الحرير كده. طريق الحرير ده يا كبير حكايته ان الصين من 3000 سنه قبل الميلاد اكتشفت الحرير الطبيعي وكانت اول من صنعه وعملوا خيوط وعمل منه قماش، وزي ما الايفون اختراع امريكي كده ما بيجيش غير بس من امريكا، فالحرير كمان كان منتج صيني خالص وما يجيش غير بس من الصين. اتشهر عالميا وبقى الطلب عليه من عليه القوم في كل الدنيا، وكان لازم من طريقه لنقله لكل الدنيا، فاتعمل طريق لنقل البضائع من الصين لكل العالم، وعلى رأس البضائع دي الحرير. وبما ان المنتج الاهم والمطلوب هو الحرير فتسمى الطريق ده كله على اسمه طريق الحرير. طب كان بيبدأ منين طريق الحرير ده يا مؤمن؟ كان بيطلع من الصين بداية من تركستان الشرقية دي وينطلق من هناك للعالم كله. دخلت الصين بقى مع تركستان دي في حروب السنين على مدى قرون للسيطرة على طريق الحرير ده. مرة تكسب وتسيطر ومرات كتير تخسر وتتقهقر، بس كلمة الخسارة هنا معناها ملايين الارواح. وفي
وفضل الضرب بينهم شغال يا مولانا لحد ما العالم اكتشف الشحن البحري والشحن الجوي، فطبيعي ان تقل اهمية طريق الحرير ده تدريجيا يعني. بس لسه برضو تركستان دي موقعها استراتيجي وجبار احسن من موقع الصين بذات نفسها، ده غير طبعا اكتشاف الثروات المعدنية الكبيرة جدا اللي بدأت تظهر في تركستان، وغير البترول والغاز اللي الصين اصلا محتاجاهم في ثورتها الصناعية اللي لسه بتقول. ولسه طبعا الاهم والاخطر ان الصين دولة شيوعية ملحدة ملهاش دين، والاسلام عمليا كده دين جاذب للبشر من شتى المعتقدات المختلفة. خطر ده ولا مش خطر؟ ففضلت الحروب بينهم مستمرة برضه، الصين تحتل تركستان تسور، الصين تتراجع الايغور يحكم، تقوم الصين تحتل تركستان تسور فالايغور يحكم، وهكذا وهكذا لحد سنة 1931. وقتها كانت تركستان الشرقية محتلة من الصين كالعادة، وحصل ان رئيس الشرطة الصيني ضرب ست مسلمة فهوب قامت الثورة. اه والله كنا بنصور عشان ست واحدة بس بتنضرب زمان، وكنا بنعمل كمان فرق من نص كان شكلنا امامير قوي زمان. المهم يا مؤمن ان الصين اتحالفت مع الاتحاد السوفيتي وقتها عشان يعني يقضوا على الثورة بتاعت التركستان، وبرضه ما قدروش، وقدروا الايغور يا مولانا وحكموا تركستان الشرقية من تاني سنة 1931. بس للأسف هم سنتين بس وتشتغل الخيانة يا مؤمن، ويقدر السوفيت والصينيين ان هم يدخلوا تركستان تاني بس للأسف من الداخل عن طريق بعض المسلمين اللي موجودين في وسط الايغور. بس انتوا عارفين يعني مفيش حاجة بتقعد على حالها، الصين رجعت تحكم تركستان تاني سنة 1934 وهم خمس سنين بس، وتقوم الحرب العالمية الثانية سنة 1939، وتتغير بقى التحالفات، واللي كان صاحبك امبارح النهاردة بقى عدو، يروح الايغور مرجعين ارضهم تاني من الصين. بس المرة دي سبحان الله برضو بمساعدة الاتحاد السوفيتي اللي كان بيضرب فيهم من شوية. هي دي السياسة يابا، كل حاجة وعكسها. وسنة 1944 يا مولانا يعني قبل انتهاء الحرب العالمية بسنة واحدة، بقى عندنا جمهورية تركستان الشرقية من جديد تحت الحكم الاسلامي، وهم خمس سنين يا مؤمن يعني الناس لسه ما لحقتش تشم نفسها. تروح الصين محتلة تركستان تاني للمرة 7000، ولسه محتلاهم من ساعتها لحد النهاردة. بس المرة دي كده جت بخطة لذيذة تقدر تقول انها مستوحاة ومستلهمة من عالمنا العربي اللذيذ. اولا الصين لغت اسم تركستان الشرقية ده خالص وخلته اسمه اقليم تشينجيانج، وده معناه اسمه الحدود الجديدة او الاقليم الجديد، وده زي ما الصهاينة بيحاولوا يمحوا اسم فلسطين كده من اذهان العرب والمسلمين. اعدموا 120 الف من خيرة شبابها وشيوخها تحت مسمى الخيانة وقلب نظام الحكم، زي ما الانظمة العسكرية بتعمل في عالمنا العربي كده بعد ما بتحكم وتتمكن. سجنوا حوالي 3 مليون تحت مسمى قضايا اجرامية، وهم اصلا مجرد نشطاء وسياسيين ومؤثرين مش مجرمين يعني. وطبعا دي مش لازم اقول لكم زي مين. وكمان اشتغلوا على ترحيل مئات الالاف من الايغور دول، رحلوهم للصين يشتغلوا هناك بحجة ان سوق العمل هناك محتاج، قال يعني الصين اللي عددها مليار وشوية مستنية الكام 100 الف دول. وفي المقابل برضو بعتت لهم الهان اللي هم الصينيين الاصليين يروحوا يعيشوا هناك في تركستان الشرقية ويشتغلوا فيها في اعلى وارقى المناصب، والغرض معروف طبعا اللي هو زي ما بقاش في حاجة اسمها تركستان الشرقية فكمان مش هيبقى في حاجة اسمها الايغور. ومؤخرا بعد ما طلعت موضة الحرب على الارهاب وكل اللي ليه خصم سياسي بقى يسميه ارهاب، راحت الصين مطلعة حزمة قرارات كده ضد الايغور. معسكرات الاعتقال دي اتعملت لاكتر من مليون مسلم تحت مسمى معسكرات اعادة التأهيل، اخدوا اطفالهم وحطوهم في دور رعاية الايتام وحرموهم من ابائهم وامهاتهم، منعوا اللحية ومنعوا النقاب والحجاب كمان، ومنع تغطية كامل جسد المرأة، هدموا مئات المساجد الكبيرة وقفلوا الاف المساجد التانية بحجة انها مصانع الارهاب. مش عارف والله دي سمعتها فين قبل كده. اجبروا المسلمين على اكل لحم الخنزير وشرب الخمور والاحتفال كمان بالاعياد الرسمية الصينية، في حين اتحرم عليهم صوم رمضان واقامة اي شعائر اسلامية. الصين بتقول ان الايغور في تركستان الشرقية مجرد 15 مليون بس، وان هي بعتت الهان الصينيين دول عشان يعيشوا فيها يعني ويعمروها. بس الحقيقة ان الايغور في تركستان الشرقية اكتر من 35 مليون نسمة زي ما هتلاقوها في المصادر تحت الفيديو. خد بالك ان الصين اصلا عاملة اكبر نظام قمعي ديكتاتوري الكتروني في العالم كله، هم حاطين قوانين عادية كده زي ما كل الدول بتحط القوانين الناس تلتزم بيها، وبعد القوانين دي وعن طريق اكتر من 200 مليون كاميرا مراقبة بتراقب الشعب ده في الشوارع وفي المولات، وتحدد مين ملتزم بالكلام بتاعها ومين لا، وتدي الناس دي نقط بناء على الالتزام بالقوانين. يعني لو حضرتك قطعت الاشارة بس كده وهي حمراء هتلاقي النظام اوتوماتيك يخصم منك نقطة، فتيجي بعدها تطلع تأشيرة سياحة مثلا او تاخد قرض من البنك، فالنظام يقول لهم الشخص ده ملتزم ادوله والشخص ده مش ملتزم كروشو. لكن بالنسبة للايغور اللي عملوه معاهم مختلف تماما. تركستان الشرقية مش بس عملوها اكتر مكان فيه شرطة في العالم كله، لدرجة ان بيتقال هناك مجازا ضابط لكل مواطن. لا ده لك ان تتخيل كمان ان الكاميرات متركبة في شغلهم وفي بيوتهم وفي مساجدهم وفي مطاعمهم وفي كل حتة يروحوها. ومش بس كده، ده اجبروهم كمان ينزلوا على موبايلاتهم برامج تصنت وتتبع عشان يتجسسوا عليهم عيني عينك كده، وبخلي ضابط يوقفك
بقى ويشوف موبايلك وما يلاقيش عليه التطبيق على معسكرات الاعتقال فورا. الصين طردت المعارضين المطاردين في بلاد الله، وللاسف استلمت اعداد كبيره منهم من تايلاند وماليزيا ومن مصر المسلمه. انا عايزك تركز قوي في الكلام اللي انت سمعته ده، لان اللي بيحصل ده اخطر ألف مره من حملات الاباده والمجازر اللي الصين عملتها فيهم قبل كده، وهو نفسه اللي بيتطبق في عالمنا العربي والاسلامي دلوقتي بس بشكل انعم حبتين. القضاء عليهم مش هينفع، جربنا قبل كده وقتلنا منهم ملايين وما بيخلصوش ومش هيخلصوا. يبقى الهويه يا معلم، هو ايه اللي بيدفعهم للمقاومه وعدم الاستسلام؟ دينهم يعني ولا قوميتهم واصولهم العرقيه؟ دينهم صح ماشي اوكي، يبقى نمحيه من الدماغ وبالراحه واحده واحده. طب ودي تتعمل ازاي دي؟ بسيطه خالص، احنا نجفف مصادر الدين اللي مش تحت ايدينا زي المعاهد ودور تحفيظ القران والجمعيات بحجه ان دول منابع الارهاب، ونديهم بدلها حفلات لذيذه كده زي مثلا بتاعه هيئه الطرفين في السعوديه كده. نحبس العلماء والمشايخ الفهمانين ونغيبهم في السجون، ونقدم لهم بدلهم الدباديب اللي ما يعرفوش من الدين ده غير طاعه ولي الامر، واللي يفلت مننا ويهاجر بدينه نلبسه قضيه ونتهمه في شرفه وامانته، وندي الناس بداله خطبه جمعه مسخه لا طعم ولا ريحه، تكره الناس اصلا في يوم الجمعه زي اللي بيحصل في مصر كده. نسيطر يا معلم على الاعلام ونمنع اي محترم من الظهور، ونديهم مكان ومهرجانات وساحل واي محتوى تافه ملوش اي معنى سواء في الاغاني او في الافلام، وهي كام سنه بس وهتلاقي ناس ثانيه ما تعرفهاش، هم نفسهم مش هيبقوا عارفين هم مين ولا بيعملوا ايه هنا. اللي بيتعمل في الايغور يا طيب بيتعمل فينا بس من غير معسكرات تاهيل وبسياسه النفس الطويل. حد يصدق ان الازهر اللي كان بيهز عرش الملك في مصر يتكسح على مدار السنين ويبقى مجرد وزاره من وزارات العسكر، ومش قادر يفتح بقه على الطلبه الايغور بتوعه اللي بيتحقق معاهم في امن الدوله ويتسلموا بعدها للصين؟ حد يصدق ان في دول اسلاميه ايدت اللي بتعمله الصين في الايغور في خطاب رسمي تقدم للامم المتحده؟ باكستان ومصر وسوريا، الجزائر، عمان، الامارات، السعوديه طبعا، والبحرين والكويت والسودان ومعاهم قطر. الا ان الحقيقه امبارح قطر سحبت التوقيع بتاعها في خطاب رسمي بعتته للامم المتحده. انت متخيل اللي بيحصل؟ اللي هو احنا مش بنقمع اللي عندنا بس، لا يا جماعه ده احنا موافقين ان انتوا تفرموا اللي عندكم كمان. انتوا اغبياء، انتوا بتخسروا مصدر عزكم الوحيد اللي ما حلتكمش غيره، وبتستبدلوه بهري فاضي ملوش اي 30 لازمه. عاملين زي اللي فتح معصره وبعد ما اتشهر واتعرف بيها راح قفلها وقلبها خماره زي الجار اللي في وشه فاتح بقاله سنين. فلا هو حافظ على اللي هو بيفهم فيه ولا عمره هيبقى في خبره اللي بينافسه. العالم ما تقدمش بالخمارات والملاهي الليليه، انتوا فاهمين غلط. دي اماكن بيروحوها بس بعد ما بيطلعوا من المصانع والمعامل والمختبرات. الميكس اللي بتحاولوا تعملوه بيطلع مسوخ مالهمش اي شكل ولا معنى ولا ينفعوا دنيا ولا دين. لو الايغور جايين يتحاموا فيكم ما يعرفوش ان هنا لا في اخلاق الاسلام ولا حتى مروءه الجاهليه اللي كانت بتحمي اللي بيطلب حمايه. خلص الكلام خلاص، وانا لا عالم ولا حتى شيخ ولا حامي حمى الاسلام وبتكلم باسم، بس كواحد منكم حبيت اطلع كده اقول الكلمتين دول واتبرأ من اللي بيحصل ده، واقول اللهم ان هذا منكر لا يرضيك، اللهم ان هذا منكر لا يرضيك، اللهم ان هذا منكر لا يرضيك. بس كده يا مؤمن، سلام عليكم. عسكرونا وعسكرونا نيمونا اليوم بحاله، سهرونا الليل بطوله قلبوا حال الدنيا يابا، واللي معدول يقلبولو عسكر التب سكيلتا، مسخرونا ومسخرولو عسكرينا مسكينولو. عسكرونا وعسكرولو نيمونا اليوم بحاله، سهرونا الليل بطوله قلبوا حال الدنيا يابا، واللي معدول يقلبولو عسكر التب سكيلتا، مسخرونا ومسخرولو.